طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تكمل المحاضرة السابقة اللي طلبتكم بها هذا المثال، قلت لكم جربوا أنتم بالبيت وتدزوا لي الإجابة، قسم من الطلبة دزوا لي إجابة أنا تمنيت تكون بها أخطاء حتى تتعلمون من أخطائكم، قسم لا جت إجابات صحيحة وقسم بها بعض الأخطاء البسيطة. السؤال هو كان مثل ما تلاحظون أنه أنا أدخل 50 بايت من الكيبورد، إذا لازم الكيبورد إلى عنوان، منطين العنوان قال عنوانه 20، هذا مثل ما موجود بالسؤال بالهكسادسيمال. بعدين شو يقول لي من تدخل بالكيبورد يخزن لي اياها موقع ذاكره الاوفسيت مالته، يعني بهذا الموقع الاوفسيت يبدي، راح يبدي من يبدي من هذا الموقع اللي هو 2 اي 10. زين انا عندي 20 بايت او العفو 50 بايت هنا موجود بالسؤال وعندي 2 اي 10. زين اذا بدي اخزن اني اول واحد يجي وين 2 اي 10 ينخزن، الثاني بموقع الذاكره 2 اي 11 عنوانه، الثالث 2 اي 12، وهكذا اتوصل تقريبا لل 59 توقف، يعني عندي 50 بايت من 10 الى 59 يوقف العداد عندي، يعني ينقطع البرنامج بعد ما دخلنا بلوب. ايش قد عمق اللوب مالتي 50 بايت، يعني الكاونتر هنا ايش قد يكون 50 بايت، فلذلك دخلت انا بالعداد بالديسيمال 50، يعني كان العداد مالتي 50. هنا انا الاوفسيت مالتي الازاحه مالتي اللي موجوده بالسؤال منطيني اياه، قال لي ستارتنج الميموري ستارتنج ات لوكيشن الاوفسيت مالته هو هذا، هذا ندخل. اذا ضمن الخطوتين ما عندي يعني فضل على البرنامج بيها، بس مجرد ان نقلتها من السؤال وجبتها هنا أنا بالحال. معظم الاسئله مالتي هذه العمليه يعني عليها تقريبا 1/5 درجه الى 1/4 درجه، لان هي ما بها اي مجهود، بس مجرد الطالب ينقل معلومات كل معلومات ينقلها صحيحه من السؤال. زين هسه راح تدخل انا بالبرنامج، البرنامج راح يبدي من هالخطوه رقم 3. الخطوه رقم 3 شو تقول؟ دخل لي المعلومه من هذا الموقع الادريس، يعني عنوان الكيبورد، دخل لي اياها بالاكيوميليتر، وبعدين من دخلت الاكيوميليتر وين انقلها؟ انقلها اما للاس اي. من اخذنا الادريسنج مود، هيك نوع من الادريسنج مود سميناه دايركت بورت ادريسنج مود، اذا تذكرون البورت نوعين دايركت واندايركت، اذا كان عندي هنا الاكيوميليتر يكون دايركت، واذا كان دي دي اكس او دي ال او دي اتش يكون اندايركت، هذا النوع يسموه دايركت بورت ادريسنج. زين هسه انا بعد ما دخلت المعلومه من الكيبورد دخلتها بالاكيوميليتر لازم انقلها وين؟ موقع الذاكره، موقع الذاكره، فلذلك خليت قوسين كبار، اريد انقلها للموقع وليس للعنوان هذا، اريد انقلها للموقع اخليها داخل الريجسترات مال هذا العنوان. زين من دخلتها هنا أنا لازم شو اسوي؟ ازيد الاس اي حتى اجي على ريجستر اخر حتى ادخل به المعلومه جديده، واقول له هنا كتب لوب او تكتب ديكريمنت سي اكس، نقلل لي العداد بواحد وجمب نو زيرو الى الوان حتى ادخل لي بهذا اللوب الى ان يوصل العداد يصفر يوقف البرنامج. تقدر تكتب لوب الوان لازم تنطي الليبل هذا حتى يفتهم وين يروح، او تقدر تكتب ديكريمنت وجمب نو زيرو الى الوان. دائما من اقول له جمب نو زيرو لازم انطي الليبل حتى يعرف انه من وين يروح البرنامج بيا مكان، قد تكون يعني عندكم برنامج واحد ان شاء الله نوصل هيك برامج يكون اكثر من ليبل، يقول 3 ليبلات 4، فلازم انا انطي البرنامج يعرف والحاسبه تفتن انت يا ليبل تقصد به من تقول له لوب او جمب. هنا اشوف انتهى البرنامج، هي قد عدد الخطوات مالته 1 2 3 4 خطوات، هذا البرنامج الرئيسي مالتي الحل مالته. فقسم الطلبة حلوه ما شاء الله عليهم، وقسم يعني حاولوا به ومشكورين على الجهود اللي بذلتوها. فعن طريق الأخطاء أنا أقدر أتعلم، يعني قد يكون الطالب حل هنا صار سهل عليه، بس بالامتحان قد يكون يخطأ، بينما الطالب اللي خطأ يتجاوز هذا الخطأ إن شاء الله بالامتحان النهاية وبالامتحان الفصلي. هذا إحنا أمامنا برنامج آخر، البرنامج خلي أقرأ المنطوق مالته، يقول لي اكتب لي برنامج، دائما يقول اكتب برنامج هذا اشتغل بالاسامبلي اكيد. تو موف هنا دي يحرك لي بلوك اوف 100 كونسكتيف بايت، يعني ما يعني واحد من يفتهم السؤال راح يقدر يجاوب والحل ويعرف شلون يحل. يقول لي هنا انا عندي بلوك او مقطع من 100 بايت متسلسله، سيت اوف داتا سترينج، يقول هو سترينج يعني متسلسل، تقدر تحلها بالسترينج اعزات الموف مال السترينج، تقدر تحلها بالاعزات العاديه تشتغل. بادي هاي السترينج بالاوفسيت مالتها 800، انا كاتب لكم الاوفسيت مالتها كانه هذا الريجستر ماخذ لي مقطع من الذاكره، هاي الرام اللي امامنا،
وكليته موجوده وين؟ بالداتا سيجمنت. يعني انا مرات اجيب سؤال احرك البيانات من داتا سيجمنت الى سيجمنت اخرى مثلا اكسترا سيجمنت. هنا أنا بهذا السؤال عندكم سيجمنت واحده، اريد احرك البيانات من موقع الى موقع اخر. حركت البيانات هنا ترى ياخذ نسخه، يعني لا تبقى البيانات الاصليه، اخذ نسخه وين اوديها انا. مثلا انا قلتكم هيك سؤال، قلت لكم يمكن اريد سؤال انه تحلوا لي يكون مثلا واحد يريد يسوي نتائج للطلبه، فالاسماء الطلبه بالنسبه لدرس الاو او بي هي نفس الاسماء اللي المرحله الثانيه اللي موجوده بالمعالجات وموجوده بالرياضيات. فيعني ماكو داعي انا كل شويه اكتب اسماء الطلبه من جديد، مجرد اريد اخذ نسخه من الاسماء ونزلها موقع اخر. هنا أنا نفس الحاله، هذا البرنامج كانه يستنسخ 100 موقع بياناته يوديها الى مكان اخر جديد اللي هو منطيني اياه بهذا السؤال العنوان مالته اي 00 اللي هو اللوكيشن بي الموقع الثاني. فاذا تشوفون من خلال منطوق السؤال انه انا منطيني 2 اوفسيت، 1 800 1 اي 00. الاول 800 راح تبدي بي انقل المعلومات ووديها وين؟ للاي 00. زين هسه جيت انا شلت هاي المعلومات اللي موجوده هنا، أنا ما اقدر اوديها مباشره للذاكره، وانما اوديها في ريجستر وسيط اللي هو مثلا الاكيوميليتر دي والبي، وعنها ريجسترات اللي موجوده، وانقلها وين؟ انقلها اللي جاي. يعني ما اقدر انقل مباشره من موقع ذاكره لموقع ذاكره، انما تكون ريجستر بسيط او وسيط، لان راح تعترض الحاسبه اذا نقلت مباشره من موقع الى موقع. فيعني الريجستر يعتمد على حجم البيانات اذا كان بايت او يعني وورد، يعني قصدي 8 بت او 16 بت، اختار اي اكس او اي ال او اي اتش، يعني هذا الريجستر الوسيط مالتي. زين انا نقلت هذه البيانات وديتها بالريجستر الوسيط هنا، ورجع لي اياها خليها النسخه هنا. زين بهالحاله اريد انقل البيانات اللي وراها، لازم ازيد الاس اي، يعني اعتبرنا هذا الاوفسيت هو الاس اي، ازيده بواحد، اجعل هذا الريجستر، وبنفس الوقت لازم ازيد هذا، لان اذا ما زيدت الدي اي اللي هو الجوا راح ينقل لي على نفس المكان الاول ويمسح لي البيانات القديمه. فالمفروض من ازيد هنا الريجستر بواحد، لازم ازيد الموقع الثاني اللي بالاسفل بريجستر، يعني بادريس واحد. فهنا من زيدت بواحد راح انقل هاي المعلومات اوديها للوسيط، واجيبها وين؟ اجيبها لهذا الموقع الجديد للريجستر الموقع الثاني. والنوب اجي هسه اريد انقل، لازم ازيد من هنا بواحد حتى انقل البيانات الجديده، مو اظل اني بنفس المكان، لا ازيد بواحد انقل البيانات الجديده اوديها للوسيط، وبنفس الوقت هم لازم ازيد هنا الدي اي حتى انقلها للريجستر الموقع الثالث. وهكذا انا خلصت ال 100 موقع. اللي يحددني هنا به هو العداد، العداد ما طول 100، اذا الكاونتر مالتي 100. فاذا تشوفون هنا بالحل اذا تحتاجون توضيح، يمكن واحد يعيد التسجيل اكثر من مره حتى يفتهم الطالب، لان ترى هي فهم السؤال نصف الجواب، ودائما تتكرر عندكم مثل هذه الاسئله، فتكون الطالب يعني يكون ذهنه مفتوح حتى يفتهم انه شلون دا يعبر او شلون دا يكتب الخطوات البرمجه. هنا اشوف العداد، انا خليت سي اكس 100 هاي العداد، الاس اي الاوفسيت الاول 800، الاوفسيت الثاني اي 00، هذا كله موجود بالسؤال. هنا الداتا سيجمنت فاليو، قيمه الداتا سيجمنت، احنا اخذنا كنا بالاربعه سيجمنت، كل سيجمنت لها رقم موجود بالذاكره، يعني بدايه ادريس. فهنا يقول موجود هو بالسؤال، يقول الداتا سيجمنت 1 يعني يموفها مباشره للدي اس، يعترض البرنامج يموفها الى ريجستر وسيط، وبعدين من هذا الريجستر الوسيط اوديها وين؟ بالداتا سيجمنت. يقول للحاسبه انه الداتا سيجمنت راح تبدي من عندي بال 3000. هاي كل هاي المعلومات اخذناها من منطوق السؤال بالاعداد، شوفوا كل هاي المعلومات اخذناها من منطوق السؤال. فانا بس مجرد يعني اجيب المعلومات واغذيها للبرنامج هنا للحل. فقلت لكم هاي تقريبا هي خمس خطوات كلها انا اخذتها من السؤال نفسه، يعني بعد ما بادي بالحل، الحل لحد الان ما بديت به، بس انا شرحت لكم اياه. قلت اني الحل مالتي يبدي انه انقل المعلومات من هذا الريجستر الى ريجستر وسيط مثل اكيوميليتر، بعدين من اكيوميليتر اموفها الى الموقع الجديد، وبعدين شو اسوي الخطوه اللي وراها؟ لازم ازيد الاس اي بواحد اللي هنا هو كان 800 يصير 801، وازيد الدي اي بواحد اللي هو هنا اي 00 يصير اي 01، وبعدين ورا ما زيدت ابدي ادخل باللوب اللي هو اسوي ديكريمنت للسي اكس
اقلل العداد واقول له جوم نو زيرو للوب اللي راح يستمر الى ان يوصل الى يكمل العداد اللي هو رقم 100. خلينا نشوف الحل اللي جوا. يعني شويه نزلت الحل حتى تكون بعيد عن يعني الاعين، حتى يكون الطالب شويه يعني تخيل انه الحل شلون راح يكون. المبرمج القوي هو ما يختصر لي اول شيء خطوات البرنامج، وقد تكون هاي الخطوات اللي انا كاتبها كحل هو لا يغيرها بس كل النتيجه صح. يعني شفت اكثر من مبرمجين بالمراحل السنين اللي مضت انه هو الطالب ما يعني يلتزم بهذه المعلومات، انه هو يكتب برنامج من يمه مقتنع به يكون يحل على جنب هنا يجربه بيده يشوف انه يشتغل البرنامج لو لا حتى بعدين يتاكد من عنده ويكتبه. هنا هسه هاي كلمه لوب انا وين اخليها؟ ترى تصير باخر يعني خطوه بالبرنامج. انا ابدي اول شيء لازم اكتب هذه العباره موف محتويات الاس اي وين اوديه للايج. قلنا الايج هو الوسيط قبل شوي قلت لكم عليه الريجستر الوسيط. من نقلتها للاي اتش بعدين شو اسوي من الاي اتش وين اوديها؟ اوديها للدي اي. الدي اي بالمناسبه لازم تكون هنا ايضا بين قوسين كبار، انا ما مخليها خلوه لي بين قوسين كبار يعني حتى تروح للموقع هذا. بس هنا انا كاتب لكم يعني هو موفها لهذا الموقع بالضبط، لازم تكون بين قوسين كبار. بعدين يسوي انكريمنت اس اي انكريمنت دي اي وديكريمنت سي اكس، قلل لي الكاونتر بواحد. بعدين قال له جامب نو زيرو، من هنا اكتب الجامب نو زيرو انا وين اريد اروح؟ اريد اروح للوب حتى يكتمل اللوب. اذا اللوب لازم اعرف وين اخليه، مو اخليه بهذا المكان او اخليه بهذه الخطوه الثانيه، لا لازم اخليه بالخطوه الصحيحه. اول تمويبه دا تصير هاي المحتويات موهبتها للاي اتش، ومن الاي اتش موهبه المحتويات مال الدي اي، بعدين ازيد ذني ويوقف البرنامج من ينتهي العداد، من يكون العداد سي اكس صار صفر، من تقول له جمب نو زيرو يقول لك لا هو زيرو، يعني اذا نو زيرو راح يروح للوب، اذا زيرو وين راح يوقف البرنامج وينتهي. فقبل شويه مثل ما نبهتكم قد تكون يعني عندنا اخطاء هسه، هذه اعتبرها يعني خطا، المفروض هنا تكون يعني خطا بالحل من المصدر، هنا المفروض تكون دي اي، يعني نقولها لهذه المحتويات وليس للدي اي مباشره، لان دي اي هذا عنوان، ولكن نقولها المحتويات الريجستر اللي موجود. ممكن يعني الطالب يحل البرنامج ويشوف اذا بي خطا او لا، يعني بس تعرفون انتو لازم تاخذون الايميليتر، الايميليتر كبرنامج هو اللي يشتغل عليه الاسمبلي لانجوج. هسه بالنسبة لكم هذا البرنامج هو جدا بسيط وسهل، ويعني افتهم الطالب. هسه نروح الى برنامج يعني شوية اعقد من هذا اللي يشتغل على اللوجيك، وهنا كانت كلها بس مجرد موف حركنا بيانات، اريد اشتغل على السيت والرسيت. هنا برنامج انا شوية وضحت لكم اياه برسومات حتى تكون بالنسبة للطالب شوية اسهل العملية. يقول اكتب لي برنامج اكتب كلير، هنا خليت انا الوان حتى تكون الطالب شويه واضحه. كلير دي 8، دي 8 يعني البت نمبر رقم 8. انا مثلا عندي ريجستر هذا اللي موجود امامنا، ريجستر متكون من 15 بت من الزيرو، عفوا 16 بت من الزيرو لل 15. هذا الريجستر اعتبره كانه هاي الموجودات هاي المعلومات او هاي البيانات باللون الاخضر الفاتح، هاي كلها موجوده ريجسترات بالذاكره، وان الذاكره مالت العرض مالتها 16 بت، وبيانات موجوده بالذاكره. انا ما اعرف شنو هاي البيانات بس مجرد بيانات موجوده بالذاكره. شو يقول لي هنا؟ يقول لي اكتب برنامج، شو يسوي؟ يصفر لي الديجيت رقم 8، اذا كان واحد يصير صفر واذا صفر يبقى صفر. زين، وش يسوي؟ مرة تكتب ريسيت بكرر كلير ترى نفس الفكرة أنا منطقنا، وهنا يقول لي سيت، سيت يعني سوي لي إياها واحد، سيت دي 6، دائما الديجيت رقم 6 هنا منين بادي من الصفر يكون هاي رقم 6، هذا الديجيت رقم 6 دائما يسوي لي إياها سيت، يعني إذا كان واحد يبقى واحد وإذا كان زيرو يصير واحد، على كل الإليمنت اللي موجودة متكونة بهذا الموقع مال الذاكرة أو المقطع مال الذاكرة. يقول اوف بلوك اوف 100، يعني كان العداد انا مالتي 100 و16 بت خالي بين قوسين، يعني يقول لي ان البيانات مالتي ترى 16 بت مو 8. زين، ذا بلوك ستارت ات ميموري لوكيشن 800، ميموري لوكيشن كان الاوف سيت مالتي منطيني 800. بالمناسبه السنه مو منطيني الداتا او السيجمنت ايش قد رقمها، راح تفرضها انا من عندي
يعني اذا ما منطيني السيجمنت لازم اني افرضها من عندي ايش قد يعني اخليها، خلي 2000 1000 3000 يقدر الطالب يضيف من عنده. شوف هنا انا خليت يعني هذا يمثلكم البت نمبر بهذا الريجستر، وهنا خليت هاي داتا انا ما اريد اخلي يعني اقدر اكتب 100 فيكتب لكم 3 يعني توضيح للمساله، بس تكون هي المساله واضحه بالنسبه لكم. كل الاسئله اللي تجيكم كانت 16 او كانت 8 بت، انا اكثر الاسئله اجيبها 8 لحد يعني من 0 للسبعه، يعني هي نفس الفكره نفس فكره حل هذا السؤال. زين، عمليه السيت والريسيت او يعني الكلير والسيت اللي موجود عندي، يعني ترى الريسيت والسيت نفس الحاله، كلير وسيت نفس الشيء. يعني الكلير هنا أنا تكون البت اذا كان واحد يصير 0 يعني صفره، عمليه السيتنج يعني اسويه 1 اذا كان 0 اسويه 1 واذا كان 1 يبقى 1. زين، عملية الريسيت كأنه أنا لازم أسوي AND gate ويا من؟ ويا الزيرو، أسوي له AND gate ويا الزيرو، أسوي له clear. إذا عملية السيت، عملية السيت لازم أجمعها أسوي OR gate ويا الواحد، الزيرو من الجمعة ويا الواحد يطلع لك واحد، والواحد كOR gate ويا الواحد هم يعطيني واحد. فهي عملية لازم هنا نشتغل باللوجيك، يعني عملية AND وOR، فالAND نضربها بالريجستر أو الOR نضربها بالريجستر. هسه راح أشوفكم الحل إن شاء الله بالخطوات بالأسفل. تلاحظون هنا موجود عندكم العداد مالتي 100، هنا الأوفسيت 800، يعني هو عنده موقع واحد مال ذاكرة، يعني مو موقعين يعني مختلفة، موقع واحد فيحتاج 800 بالأساي. هنا هو فرض إنه الداتا سيجمنت، هاي البيانات اللي موجوده بالداتا سيجمنت فرضها 2000. قلت لكم اذا ما اعطيتكم بالسؤال تفرضوها، واذا اعطيتكم اياها راح تنزل نفس القيمه تروح للاي اكس وبعدين من الاي اكس للدي اس. هن اربع خطوات هن كليتين من البرنامج، يعني قصدي من المنطوق مال السؤال. الحل مالته هنا، هذا الحل مال السؤال. قبل شويه انا قلت لكم عمليه الريسيت، هو ايش قال بالسؤال؟ قال سوي لي عملية ريسيت للبت الثامن وسوي لي عملية سيت للبت السادس. زين، عملية الريسيت كأنه أنا أضرب بزيرو أصفر الموقع هذا اللي يابت أنا أشتغل عليه أصفره. شوف هنا أنا ضرب كأنه الأس آي محتويات هذا الموقع، البيانات اللي موجودة به كلها بوحدات ما عدا الموقع اللي أريد أسوي له ريسيت أضربه بصفر، يشتغل باينري. اوكي، بالنسبه عمليه السيت سوى قال لا اشتغل اور جيت، كل هذه ما احتاجه، يعني ما لي علاقه بيها، يعني 0 ويا 0 يطلع 0 و0 ويا 1 يطلع 1، ما لي علاقه بيها. يعني انا لي علاقه انه اسوي هذا الموقع دائما اسوي له سيت، يعني اخليه 1، فدائما هذا الموقع اللي اسوي له 1 لازم الاور جيت لازم تكون هذا البت يكون 1 حتى ينجمع، 1 ويا 1 كاور جيت يعطيني 1، 1 ويا 0 يعطيني بالاور جيت 1. هي كانوا الحل مال السؤال فقط بين الخطوتين. هنا سوى انكريمنت مرتين للاس اي، ليش؟ لان الذاكره مالتي جدا مهمه العباره. الذاكره مالتي 386 هي 8 بت. فانا من اريد اسوي اشتغل على 16 بت كانه الذاكره مقسمة إلى قسمين، هاي شوف يعني هذا الريجستر مقسم إلى قسمين، كل 8 صار بريجستر، فلازم أزيد أني الكريمنت مرتين حتى يصير يعني هاي 8 وهاي 8 يصير 16. قلت لكم أنا نادر ما أجيب يعني 16 بت، بس مجرد هذا اللي أعطيكم إياه السؤال حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. العملية إذا عندي 16 بت يصير الكريمنت مرتين للأس آي، وبعدين أقول له ديكريمنت للعداد وجمب نو زيرو الملوب، اللوب وين؟ حددته بهذا الموقع حتى تعرفوا انا منين اسوي بالاند اشتغل، وهكذا راح تستمر هاي العمليه الان يخلص العداد مالتي اللي هو 100 ويوقف البرنامج بالهالت. ان شاء الله تكون المساله هذه واضحه بالنسبه لكم. احاول هسه بعد ما تقريبا وصلنا ثلث ساعه من الوقت، ما اريد يعني الود عليكم، انتم قبل يومين ماخذين محاضره من عندي اضافيه. راح اعطيكم سؤال، السؤال هذا بالاسفل راح اعطيكم المنطوق مالته يشبه هذا هم عمليه السيت والريسيت. اريد منكم الحل، يعني انزله ككويز واريد منكم الحل، يعني يقدر الطالب يحل بنفسه هذا السؤال حتى لو خطا ما عندي مشكله به، يدز لي اياه
ونشوف الحل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة بالأسبوع القادم. هذا السؤال اللي أعتبره يعني كواجب بالنسبة لكم، يقول اكتب لي برنامج بالـ 886 يسوي لي ريسيت للـ D5 و D1. هنا ما عندي سيت، يعني دا اشتغل انا ريسيت. الريسيت قلنا احنا نضرب AND ويا زيرو قبل شوية، هذه المواقع اللي الموقع رقم 1 والموقع رقم 5. دائما نبدي بالصفر، دير بالكم، يعني هذا مو الموقع الاول، هذا الموقع الثاني يعتبر الديوان. اوف بلوك 30، انا منطي عداد 30، قال لي 8 بت. هاي قال لكم علي الاسئله مالتي دائما اجيب 8 بت حتى عمليه الاس اي الانكريمنت مالتي يصير مره واحده مو مرتين. البيانات موجوده بالذاكره، الاوفسيت مالتي 200 والسيجمنت ادريس منطين 1900. هاي اللي اقول لكم عليها السيجمنت اللي مرات انا انطيها مرات لا. بعدين شو يقول لي؟ اخزن لي هنا، هذه الفكره مال البرنامج، يقول لي اخزن لي النتائج اللي تطلع عندك باوفسيت جديد بهذا المقطع مال الذاكره، الاوفسيت مالتي 400. يعني كانه اني بعد ما اسوي عمليه، يعني يشبه السؤال السابق مو هذا اللي قبله، يعني بعد ما اسوي انا عمليه الريسيت لان البتات راح انقلهم، اخذ نسخه من هذه البيانات اللي موجودة أنقلهم موقع جديد بالذاكرة اللي الأوفسيت مالته راح يبدي بال